مرحبا. اليوم رح نعمل لحمة وبيض، تمام؟ باللحمة المفرومة. أول شي بنحط زيت زيتون، طبعا أنا بحبها مغمسة بزيت الزيتون، يعني أنا عم بعملكم الأشياء هاي بتعرفوها بس على طريقتي أنا، تمام؟ بنحط اللحمة المفرومة تقريبا ربع كيلو، يعني هاي الكمية بتقضي شي شخصين. بنحطها لحد ما تحمر، بصير لنا غامق. نفس الوقت بنحط الصنوبر هلا عشان انا بحبه يحمر شوي قبل ما نضيف البيض، تمام؟ بهالوقت بنجهز بهارات. بنحط تقريبا معلقة صغيرة قرفة، ومع الأزميلة فلفل أسود، ورشة ملح. الملح ما فيني أعيره بالضبط، يعني على حسب كل واحد أجيب لك الملح في الموضوع. ونحضركم في ناس ما بتحب تمشي في اللحم المفروم كتير، انا بحبها ويلدا تكون على الاخر. حاولي انت عم تمسحي، امسحي البهارات اللي بتيجي على الاطراف. يعني وهي الكمية بدها شي 7-8 بيضات بس، اذا انت لما بتقشيهم فوق بتشوفي بدك بعد بيض زيادة ولا لا، تمام؟ هيك بتكون لحم المفروم شوي خلص استوت. مش حلو كمان تنشف تسليب كتير وتحسي انه نشفت على الاخر، فهيك تمام. هلا بنجيب البيض، والأخيرة بنضربها بالغاز 7. هيك بتوقع المقدار تمام. نفس الشيء الواحد بيحطكم على حسب ما يحب كمية سلق البيض، يعني بيحبوا ناشف، بيحبوا يضل فيه شوية مي، بتحركيهم لتنشفيهم. بس يخلص الطبق برجع. هيك تقريبا نشف صار اوكي، نشيله عن النار، تمام؟ وهيك بكون طبقنا جاهز. صحتين وعافية، وشكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، وتدقوا الجرس، وتعملوا لايك، وشكرا لكم.